أعزائي المشاهدين في كل مكان، ورجعنا لكم بعد الفاصل في الفقرة الثانية من فقرات اليوم مفتوح قناة صحة وجمال. معايا في هذه الفقرة الدكتورة مها حسين خبيرة التنمية البشرية، برحب بيك على قناة صحة وجمال. أهلا بيك. النهاردة هنتكلم عن إنه بعد العيد بيبقى فيه الفرحة، الناس مبسوطة وطالعة سعيدة، ولكن بيبقى فيه بعض الحاجات إحنا تعودنا عليها قبل العيد، اللي هي فكرة النوم، بننام براحتنا، النوم مش متظبط بتاعنا، اليوم متلخبط شويه. ازاي احنا نستعد نفسيا بقى بعد ما يخلص العيد؟ خلاص العيد يعني النهارده اليوم الثالث وتقريبا العيد خلص كده. ازاي احنا نقدر نستعد نفسيا لما بعد العيد؟ هي الفكره ان احنا في رمضان كان شهر روحانيات وشهر مغفره، والناس كانت طالعه فيها عندها طاقه ايجابيه كبيره، عندها كمان المفروض النشاط متجدد، لان ده شهر على قد ما كانت المواعيد فيه متلخبطه على قد ما كان الواحد بيستعيد فيه نشاطه كل يوم من السهر لغايه الفجر علشان يصلي الفجر ويقرا القران. فكل ده بيساعدنا ان احنا في الاخر ان احنا نشحن طاقتنا بحاجه جديده، نبقى بنخرج من الشهر مستعدين. صحيح الساعه البيولوجيه بتاعه النوم بتاعتنا بتبقى متلخبطه، يعني الناس تقريبا غالبا بتنام بعد الفجر، من الفجر بساعه ساعتين، وتصحى الساعه 3 او 4 يعني. بالظبط. لا احنا هنبتدي بقى نغير ده ان شاء الله بعد رمضان بقى. المفروض النهارده اهو خلاص العيد، احنا طبعا خلال فتره العيد برضو ابتدينا نغير ده، لان ما بقاش في سهر لغايه الفجر، المواعيد بتاعتنا ابتدت تتغير، الصلاه والارتباط فيها، التراويح ما بقاش في تراويح، فابتدت الناس تغير من العادات بتاعت اليوم بتاعتها. هنبتدي بقى ان احنا نبتدي نشجع ده شويه، نساعد ده شويه، ان احنا نستغل الروحانيات اللي اخذناها من شهر رمضان نبتدي نستمر بيها. هنبتدي نحافظ بقى على النشاط بتاعنا الصبح، نفكر في يومنا بشكل جديد، نبتدي ان احنا نستعد ليه من النهارده. نحاول بقى ان احنا ننام بدري شويه، نبتدي نصحى بدري بقى عشان نستعد للشغل، نستعد لليوم الجديد اللي احنا نستقبله. خارجين بافكار جديده، بافكار المفروض ان احنا هنبتدي بيها حياتنا جديد، ننسى بقى خلاص اللي حصل قبل كده، لان كده كده رمضان بالنسبه لنا كان فاصل. يعني كل الناس تعتبر ان رمضان هو فاصل عيد سنوي. نفسيا بقينا افضل وبقينا احسن. بالظبط. ازاي بقى نخلي الفرحه؟ يعني دايما بنخرج من العيد كلنا مبسوطين. اكيد. يعني نادرا لما تلاقي حد خارج من العيد مش مبسوط، مش سعيد، مش حاسس بان موده اتغير، لانه اكيد خرج، اكيد اتفسح، اكيد اشترى حاجه جديده، اكيد عمل حاجه مختلفه في فتره. أكيد. العيد على الاقل حتى ارتاح نفسيا. ازاي انا اخلي السعاده النفسيه او الفرحه النفسيه تكون مستمره معايا فيما بعد العيد؟ جميل. احنا فتره العيد ابتسامتنا مختلفه اصلا، لان احنا بنبقى خلال شهر رمضان بيبقى عندنا حاجه اسمها تسامح، ده ما بيبقاش الفتره اللي قبليها موجود كتير، انما رمضان بيساعدنا ان احنا نتسامح مع الناس، نتسامح مع نفسنا كمان، فده بيساعدنا ان احنا ابتسامتنا تبقى مختلفه، نظرتنا للناس بتبقى شكلها مختلف. فاحنا لو حاولنا ان احنا نكمل ده، لان احنا برضو مهما كان العيد بيبقى فاصل لكن بنخرج من العيد مستمرين في روح رمضان. لسه عندنا نفس الروح، لسه نفس القابليه. بيصلوا اللي بالزبط. كان متعود عليها في خلال ال 30 يوم مكمل بيكملها عليها. لسه. تسامح مع الناس، ان انت بتتقبل راي الاخر فيك، ده ما كانش موجود قبل كده، لان احنا بنفكر ان احنا نسامح الاشخاص اللي حوالينا، علشان بنقول ان احنا رمضان بلاش نغلط في بعض، بلاش نتكلم كده، فخلينا نستمر على ده. ده هيساعدنا ان احنا نحافظ على ابتسامتنا، نحافظ على سعادتنا ونظرنا للاخرين بشكل مختلف. بنتكلم عن الابتسامه كتير، انت شايفه انه السر في الابتسامه؟ طبعا. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لان مش كلنا بنعرف نبتسم، لان الابتسامه لازم تبقى طالعه من القلب، وللاسف الشهر الوحيد اللي احنا بنقدر نطلع فيه السعاده من القلب او الابتسامه من القلب هو بيبقى شهر رمضان. لان احنا خلال الشهر ده بيبقى عندنا راحه داخليه، راحه نفسيه، راحه نفسيه داخليه. فده بيساعدنا ان احنا ابتسامتنا تطلع من القلب، اقل حاجه بتفرحنا، اقل حاجه بتبسطنا. اللي يمكن اجواء رمضان ولمه العيله والطقوس اللي بتتم خلال الشهر ده بيخلي عندنا من جوانا نفسيتنا بتبقى مختلفه. حتى اللي بيعاني من اي مرض نفسي، اللي بيبقى داخل مثلا على حزن، على كآبه، على اكتئاب، خلال شهر رمضان الموضوع ده بيبقى قليل. طبعا بيقل جدا جدا، لان احنا بنقرب من بعض قوي في رمضان، حتى لو مش بنقرب بالمكان، يعني مش بنتقابل بشكل يومي او بشكل مستمر، بالعكس احنا بنبقى قريبين من بعض قوي، بنسال على بعض، الحاجات اللي ما كناش بنعملها الفتره اللي فاتت بنحاول ان احنا نستعيدها تاني في رمضان. فعشان كده الابتسامه بتاعتنا بيبقى شكلها مختلف. بص لوشوش الناس
برغم ان هم بيبقوا صايمين وتعبانين والجو حر جدا والشمس حاميه، ومع ذلك لما بينزلوا شغلهم او لما بيقابلوا بعض على وشهم ابتسامه ما بتبقاش موجوده قبل في الفتره اللي قبليها. انت عايز تقولي لي ان الحفاظ على الابتسامه هيضفي نوع من السعاده بالزبط. على الناس بشكل عام، على الشخص نفسه وعلى الناس اللي بيشوفه طبعا، او الناس اللي بيكونوا حواليه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالابتسامه، قال لك تبسمك في وجه اخيك صدقه. خلينا اسالك بقى في نقطه مهمه. دايما الناس بيبقى عندها يعني المفروض يبقى في نشاط بعد العيد، الناس بتبقى راجعه بقى زي ما بيقولوا كده جسمهم لسه مريح، بيبقى عايز ياخد اصلا اسبوع العيد ده وياخد معاه اسبوع بعد كمان حاجة للأسف وما الى ذلك. ازاي ان انا اقدر ان انا احفز نفسي العمل ده؟ انا خدت فتره ارتحت فيها، المفروض ارجع اكمل شغلي واكون افضل واكون احسن. تمام. هو المفروض ان انا احافظ على ده بان انا ابتدي بقى انظر لحياتي بنظره مختلفه. يعني كل اللي حصل قبل كده خلاص خلص، لان احنا اوريدي قبل شهر رمضان بننهي كل ده، لان شهر رمضان بالنسبه لنا بيبقى ليه وضع معين، فانا بنهي فيه شغلي، بنهي فيه مشاكل، بنهي فيه ارتباطات. فانا هبتدي بشكل جديد، هبتدي احط لنفسي اهداف جديده، هبتدي ابص لشغلي بشكل مختلف، هبتدي ارسم لحياتي نظام مختلف عن الفتره اللي قبليها، علشان احاول ان انا اطور بقى من نفسي واستمر في شغلي، او ان انا اطور من ادائي في شغلي، اطور من ادائي مع عيلتي كمان. يعني هو مش الشغل بس، مع العيله كمان. لو حافظت على مجموعه حاجات خلال فتره خلال اليوم ده هيساعدني كتير قوي. زي ايه بقى؟ زي ايه؟ اول حاجه ان انا لازم اصحى دايما بدري. استقبال اليوم في ساعات مبكره ده بيعيد نشاطك. لازم تصحى بدري حتى عن الميعاد الطبيعي بتاعك. يعني اذا كنت انا مثلا بصحى الساعه 9، لا اصحى الساعه 8. لو انا بصحى الساعه 8 اصحى الساعه 7. لازم اصحى بدري عن الميعاد بتاعي، لان ما ينفعش ان انا اصحى على ميعادي ابقى بقى متلهوج سريع عايز اخلص الديوتيز بتاعتي بسرعه جدا عشان الحق انزل الحق مواعيدي. لا، احاول ان انا اصحى قبليها بشويه وابتدي ان انا اعمل لنفسي طقوس داخل البيت. يعني مبدئيا اول ما اصحى لازم تكون في جنبي شغاله حاجه شغاله بسمعها بحبها، لو تلفزيون عشان يشغلني، لو راديو، لو قران، لو ميوزك، اي حاجه بسيطه تبقى شغاله جنبي انا مش هبقى مركز معاها، لكن دي هتخليني ان انا تشحنني بطاقه اقدر اكمل بيها. هي تحفزك بالظبط، هتحفزني الصبح ان انا اكمل يومي. ان انا احاول اعمل الديوتيز بتاعتي اليوميه الصبح دي بشكل متمهل، بشكل هادي، ده هيخليني اكثر نشاطا، لان انا بعمل حاجتي ما ورياش حاجه عماله تسربعني. بالعكس، انا بعملها براحتي، باخد الشاور بتاعي براحتي، بحضر هدومي براحتي، اذا كان في اوراق بستعد لها، اذا كان في اي مواعيد ببتدي ان انا اتذكرها وابتدي ان انا ارتبها. لازم دايما يبقى ليا سكادجول خلال اليوم. انا هعمل ايه؟ هبتدي بواحد، هبتدي باثنين، ثلاثه، اربعه. لازم يبقى ليا سكادجول خلال اليوم ماشي عليه، لان ده اللي هيساعدني على ترتيب افكاري، هيساعدني على ترتيب حياتي كمان بشكل مختلف. طب خلينا ناخد صوت تليفون استاذه شيماء. السلام عليكم. اهلا بيكي، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذنك بس تقفلي التلفزيون وتسمعينا من التليفون. انا عندي خنقه شديده خالص وتعب وما بعرفش افكر، يعني كده لو عملت حد يعني ايه ما بعرفش افكر كده، يعني زاد على اللزوم، ويعني معاملتي مع مامتي وكده وحشه مش كويس. يعني انت نفسيا متضايقه ومش عارفه تتعاملي مع الناس بشكل كويس؟ وعندي خنقه في صدري خالص وظهري وجع شديد، وبرده الضع ما بيفرقنيش. طيب تمام. هو عموما البرنامج او الفقره دي مش مخصصه للجزئيه دي، ولكن هخلي الدكتوره مها تحاول ان هي ترد عليك فيما يخص لو حد متضايق او نفسيا مش مبسوط. استاذه شيماء بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. هي حاسه انها متضايقه او حاسه انها مش مبسوطه، ازاي حتى لو بروشته سريعه كده او حاجات بسيطه ان هي ازاي تبدا ان هي تغير من مودها ومن نفسيتها طول الفتره؟ تمام. شيماء، انت الحاله اللي انت فيها اكيد ليها سبب. حاولي اول حاجه تعرفي ايه هو السبب، لان مفيش واحد فينا بيبقى فجاه بيلاقي نفسه متنرفز ومتعصب ومش بيتعامل مع الناس اللي حواليه بشكل مش ظريف، بدليل ان انت نفسك بتتضايقي من ده. فحاولي تشوفي ايه هو السبب، دي اول حاجه، لان انت لو عرفتي تدوري على السبب للمشكله. اول حاجه طبعا لازم تدوري على السبب لمشكلتك، لان ده هيبقى نص حل المشكله بتاعتك، يعني نصها في معرفه السبب. تاني حاجه، حاولي ان انت دايما تبعدي عن الاشياء اللي بتسبب لك ضيقه وخنقه، وان انت تقللي من التعامل معاها. لو حاجات عندها في البيت او مشكله في البيت، لو حاجات عندها في البيت بتحاول ان هي تقلل من التعامل مع الاشخاص اللي بتسبب لها دي او خنقه، تحاول ان هي تتعامل معاهم بصدر رحب شويه. يعني مش لازم ان انا كل فعل يبقى ليا رد فعل ليه، بالعكس، انت ممكن كل فعل يحصل لو انت فكرتي فيه لثواني هتلاقي رد فعلك اهدى بكتير من ما انت بتردي عليه حاليا. حاولي ان انت تغيري بعض العادات اللي انت شغاله عليها،
حاولي طيب. تغيري بعض العادات اللي انت شغالي عليها دي، هتريحك كتير وهتغير من المود بتاعك. اعملي حاجه جديده، مارسي رياضه، قابلي اصحابك اكتر، اعملي حاجه بتخرجك من المود بتاعك. لو في هوايه بتمارسيها، الهوايه دي بتخرجك من المود بتاعك، حاولي ان انت تستمر عليها. يعني ان هي تحاول تعمل نشاطات مختلفه تحسن من يومها بشكل جيد. خلينا ناخد استاذ عصر من الشرقيه. اهلا بيك يا استاذ عصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برحب بيك على شكرا صح يا جماعه، اتفضل. يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا بيك، مرحبا بالدكتوره ومرحبا بحضرتك والمشاهدين الكرام. اهلا بيك. اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبه للموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه، بالنسبه للابتسامه او الاستيقاظ مبكرا، يقول حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بورك لامتي في بكورها. طيب ازاي ازاي هنحافظ على المكتسبات اللي احنا يعني اكتسبناها في هذا الشهر الكريم؟ قال الحبيب المصطفى، بل سئلت السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان عمله ديمه، يعني كان يداوم على هذا العمل في رمضان او في يعني مثلا الابتسامه او مقابله الانسان او الاخ او اي انسان بوجه طلق، المفروض تكون على في كل الاوقات، لان ده يعني سنه من سنن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا استاذ عاصم الشريف، بشكرك شكرا جزيلا لاتصالك. يعني المشاهدين دايما بيبقى عنده برضه رؤيه مختلفه، بيبقى شايف ال 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 الابتسامه برضو، يعني لا احد يختلف على ان الابتسامه هي مفتاح. هي مفتاح طبعا الحياه، انا دايما كده بسميها كده، الابتسامه مفتاح القلوب. مفتاح القلوب طبعا. اذا اردت ان تحصل على قلب اي حد في الدنيا عليك بالابتسامه يعني. كويس. طيب كنا بنتكلم عن الاستاذه شيماء كانت بتتكلم عن الاكتئاب والسعاده. انا عايز اقول انه احنا دلوقتي في فتره العيد، ازاي حد في خلال هذه الفتره او فتره العيد، ازاي ان هو حتى مش قادر في هذه الفتره ان هو يخرج من ده، يخرج من الاكتئاب، من حاجه اللي مزعلاه واللي مضايقاه، على الاقل حتى في فتره العيد يعني ياخد هدنه شويه، يرجع يلاقي الحاجه اللي مزعلاه تاني. ما احنا قلنا يا جماعه لازم برضو ان احنا نغير من العادات بتاعتنا، نغير من الحاجات اللي احنا بنعملها. ما فيش واحد بيلاقي نفسه اكتئب فجاه، وانما في بعض الاسباب اللي بتسبب لي دي. فاحنا لو بعدنا عن الاسباب دي، ده هيساعدنا ان احنا نغير من المود بتاعنا. خلال فتره العيد انتهز الفرصه، انتهز الفرصه وافرح زيهم، اعمل حاجات حتى لو الاطفال بتعملها، هات بلالين وانفخ بلالين، فرقع بومب، اعمل حاجات جديده، ارسم، انزل اتفرج على الاطفال وهما بيلعبوا في الملاهي، انزل على الكورنيش واتفرج على الشباب وهما بيهزروا وهما بيضحكوا مع بعض. لو حضرتك شفت حد وهو بيضحك، طبيعي تلقائي انت كمان هتضحك. ابتسامته اللي طالعه من القلب هتخلي انت كمان تبتسم من القلب حتى لو مش عارف تبتسم. عايز تقولي انه اي حد، الناس تشارك الناس المبتسمه، الناس اللي عندها حاجه ايجابيه كده فيقعدوا جنبهم ويقعدوا حواليهم، هيكونوا هم كمان مبسوطين طبعا. مش بيقولوا دايما ان الضحك بيعادي؟ دي حقيقة. أنا لو عدى قدامي النهاردة واحد بيضحك وحسيت إن هو بيضحك قوي، هتلاقيني أنا كمان ببتسم. يعني لو ما قدرتش أضحك زيه وكسفت، هتلاقيني أنا كمان ببتسم. فهو فعلا الضحك بيعدي. ودي حقيقة، السعادة بتعدي. فأنت انزل وشارك الناس في فرحتهم حتى لو ما كنتش جزء منها. ابعد عن الناس المكتئبة دي والناس اللي طبعا لا، قرب من الناس المبسوطة السعيدة طبعا. يعني من جو السعيد يسعد. بالظبط كده، صح كده. يعني كل ما قعدت جنب ناس سعيدة أو صاحبتهم أو قعدت معاهم أكون أسعد طبعا. بتقولي إن في بعض الخطوات أو الاستراتيجيات اللي المفروض الناس تعملها، وإن اتكلمنا على أول نقطة إن الناس تصحى بدري، تصحى بدري عن ميعادها. تاني حاجة قلنا الناس تصحى بدري عن ميعادها ولو حتى بنص ساعة، لأن النص ساعة دي هتفرق جدا، لأنها هتفرق معاك في مودك وانت نازل من البيت. مودك وانت نازل من البيت دي حاجه مهمه قوي، تمام. تاني حاجه، ودي حاجه مهمه جدا، قبل ما تنزل من البيت ادي لنفسك 30 ثانيه تقف فيهم قدام المرايه. ليه؟ اقف قدام مرايتك 30 ثانيه. انا اعرف البنات بيقعدوا لا والرجاله كمان ثلاث ساعات لا لا، بعد ما تخلص الثلاث ساعات لازم تقف ال 30 ثانيه دول. ال 30 ثانيه دول قادرين على ان هم يغيروا مودك من مود لمود. احيانا انا ممكن اشوف نفسي مين ده بالظبط، يعني ابص في المرايه مين ده، ايه اللي جابه هنا. وانت لما تبص في المرايه وتقول مين ده وتبتسم، هتنزل ابتسامتك على لا، ما انا ممكن ما عجبنيش ما حسنيش ان انا عايز اقول مين. ما هو ده اللي احنا عايزين نعمله، ان احنا عايزين نغير ده، ان انت لما تبص في المرايه بص لنفسك في المرايه بكل فخر واعتزاز، ما تبصش لنفسك المرايه وانت قرفان منها. لما انت هتبقى قرفان من نفسك يعني ده اول ما يصحى لازم يعني يبص لا مش قبل ما يصحى، انا بقول قبل ما ينزل. يعني في ناس ممكن تتخض من الموضوع. اوعى تبص في المرايه اول ما تصحى. يعني حتى لما تدخل اول ما تصحى وتبص في المرايه هتتخض.
مين بتقول ايه الوشوش دي؟ ما اعرفوش الشكل ده. لا قبل ما تنزل بالظبط يعني خلاص انت لبست هدومك وخدت اوراقك وكل حاجه ونازل، ارجع اقف قدام المرايه 30 ثانيه. دي يعني دي قادره على ان هي تغير مودك من نقيض للنقيض. اتفرج على نفسي كده وخلاص، اتفرج على نفسك ولا بحاجه جوايا مثلا؟ انا اتفرج على نفسك واشكر في نفسك. يعني ايه؟ يعني بص لنفسك في المرايه وحس ان انت انسان مختلف. اللي هو ايه اللي انا عامله في نفسي ده؟ ايه اللي انا عامله في نفسي ده هيفرق كتير، لان انت هتبص هتقوم مبتسم. ايه اللي انا عامله في نفسي ده؟ غير لما تبص وانت مكتئب، هتنزل مكشر، هتنزل متضايق. انما لا، لو بصيت لنفسك بنظره اعجاب، اللي هو زي ما بيقولوا كده يا ارض تهدي عليكي ادي، تمام. لو انا قلتها لنفسي دي كفيله بان هي تخليني اقابل الناس بشكل يعني مختلف. عايز اقول زود ثقتك بنفسك بالزبط. عن طريق ان انت بتشوف نفسك وبتشعر بكيانك بالظبط، وكون اول واحد يبتسم لنفسك عشان تعرف تنزل تبتسم عشان تقدر تبتسم للناس. ايه كمان؟ بعد كده اما تنزل بقى، اما تنزل وبتبتدي ان انت تدخل الشغل بتاعك او تدخل بقى المشاوير بتاعتك اللي انت هتعملها، قابل الناس وبص لهم بشكل مختلف، بطريقه مختلفه. حس دايما ان كل يوم في شغلك هو يوم جديد، ملوش دعوه باليوم اللي قبليه. لان انا لو ربطت اليوم باليوم اللي قبليه هفتكر اول حاجه هفتكرها اسوء حاجه حصلت في اليوم او المواقف الصعبه اللي عدت عليا. لكن انا لو حسيت ان كل يوم هو يوم جديد ورميت اليوم اللي قبليه ورا ظهري، استفدت منه في الحاجات الكويسه. انما هبتدي بقى اليوم جديد بشكل جديد، بطاقه جديده، بحاجه جديده، بقابليه جديده، بهدف جديد عايزه احققه. بيبقى عندي اقبال على الحياه بشكل مختلف. ده بيساعدني ان انا يومي يبقى مختلف، وفي نفس الوقت احافظ على الطاقه اللي انا خدتها ال 30 ثانيه اللي انا وقفتهم قدام المرايه وانا نازل، حافظت عليهم وانا اول ما دخلت الشغل بتاعي. ده كمان هينعكس على الموظفين اللي بيتعاملوا معايا. يعني لما ادخلهم بابتسامه هما كمان هيبتسموا في وشي. لكن انا دخلت لهم مكشر، حتى لو انا موظف وزمايلي في الشغل، زمايلي في الشغل سواء مرؤوسيني او رؤسائي. بالظبط، سواء رؤسائي او مرؤوسيني، لما ابتسم لهم هما كمان هيبتسموا في وشي. انما انا دخلت لهم مكشر. لو دخلت لهم بستمر في اليوم اللي قبليها بقى، احنا عملنا ايه امبارح؟ لا امبارح خلص، احنا النهارده عندنا 1 2 3. ابتدي احط البلان بتاعتي. بالظبط، البلان بتاعتي بتاعت النهارده ايه هي، وابتدي ان انا انفذها. خرجت من شغلي بقى افصل خلاص، نسيت شغلي خلص. ابتدي احط البلان، انا بعد شغلي هعمل ايه؟ حتى لو انا مخلص الساعه 12 بالليل، ما انت عندك من الساعه 12 لغايه الساعه 6 صباحا، انت ممكن تاخد منهم ساعه لنفسك. حتى لو انت تعبان، خطط ليومك بعد كده. بالظبط، خطط ليومك بعد الشغل هتبتدي تعمل ايه؟ لان احنا عندنا اليوم مقسوم نصين، شغل ونفس او البيت. تمام، انت بقى هتعمل ايه بعد ما خلصت شغلك؟ ده مهم جدا، الناس كتيره بتنسى نفسها، بتخرج من الشغل على البيت مش عارفه هي هتعمل ايه. حتى لو حد كلمها تيجي نخرج، طب تيجي نعمل كذا، يا عم انا راجع تعبان وهل كان. لا، انت عليك حياتك الشخصيه، ولنفسك عليك حق، ولبدنك عليك حق. فانت لازم تشوف نفسك هتعمل فيها ايه. حطط بقى لبقيه يومك. شغلي خلص، يومي التاني هيبتدي، يومك بقى هتعمل فيه ايه. فمهم قوي ان انا كل فتره في حياتي عمليه الفصل ما بين شغلك وما بين بيتك. دكتوره مها، احنا دلوقتي اتكلمنا عن انه في حاجات لازم نعملها، ان انت تصحى بدري، ان انت تحب نفسك وتقدرها، ان انت تبتسم في وش الناس اللي موجودين في شغلك او في بيتك او في الشارع. كلمه اخيره للساده المشاهدين في نهايه هذه الفقره. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعيد سعيد علينا كلنا يا رب. ويا رب نفس الروح اللي احنا كنا خارجين منها، اللي احنا خارجين منها في رمضان، يا رب تستمر. اهم حاجه يا جماعه ان احنا نحافظ على ابتسامتنا زي ما قلنا، لان ابتسامتنا مش مفتاح القلوب بس، لا دي مفتاح الحياه كلها. لو حافظنا عليها هنقدر نستمر. زود ثقتك بنفسك، دعم نفسك، خلي دايما اول واحد بيقابل نفسه بابتسامه هو انت. شكرا. يعني قابلوا نفسكم بابتسامه. دكتوره مها حسين خبيره التنميه البشريه، بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا في هذه الفقره. اعزائي المشاهدين في كل مكان، انتهت الفقره الاولى والثانيه من فقرات اليوم المفتوح على شاشه قناه صحه وجمال. دمتم اوفياء وسعداء بمتابعه هذه القناه، ولا نلقاكم مره اخرى. لكم مني كل التحيه والتقدير. انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.